السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ قناة أبو زين جيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة جايب لكم برضه دي هارلي كونكر. إن شاء الله في سيرفر جديد هيتفتح سهل يا جماعة، هارلي كونكر 2 إن شاء الله النهاردة الساعة 6. اللي عايز يلعب فيه كل حاجة سهلة فيه، أنامات وكل حاجة غير الصعب اللي إحنا بنلعبه ده. هو مش الصعب ده وسط، بس السيرفر ده فيه ميزات حلوة. الصعب ده شوية، إن أنت عندك هنا البوكر شغال 100%، ده أول حاجة. يعني بوكر شغال 100% وكل حاجه، اللي بيحب يلعبوا بوكر وكل حاجه. لو انت برضو هجيب ايه كده وكده، والتاني باذن الله هيبقى في حاجات جديده جدا روعه. بس اهم حاجه تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس وتستنى مني كل جديد من قناه ابو زين جيم. يلا بينا كده على بركه الله. وزي ما انتم شايفين ده تاني مكان، ده توبات شغاله على طول، كل التوبات شغاله والورات. طبعا الناس، انا صور السيرفر الصبح عشان بس برضو الناس ايه لسه نايمه والكلام ده. طبعا انتوا عارفين جو حر، خلي بالكم من نفسكم كلكم حبايبي واخواتي متابعيني. زي ما انتم شايفين ده برضو ده تاني مكان، ده جميع التوبات والحاجات بتاعت السيرفر موجوده هنا اهي. انا بس قلت ايه ارجع للسيرفر تاني عشان اعرفكم ان في سيرفر سهل هيتعمل برضو هارلي كونكر 2 في نفس برضو الحاجه، مش هيحمل بادج ولا اي حاجه، هيشتغل السيرفر اللي جنبه على طول. زي ما انتم شايفين ده برضو ده البوينت اونلاين. بصوا يا جماعه ده حاجه جميله جدا، يعني انت لو دوست هنا بص هيجيب لي مود، انت حظك بقى مود جديد قديم كل حاجه. وزي ما انتم شايفين كده ده المدينه الاساسيه، زي ما انا اوريكم في الفيديوهات اللي فاتت، سيبها في الوصف في اخر الفيديو. ده الصفه الفري كامله، بتنزل كامله زي ما انتم شايفين كده. بصوا تاجات وكل حاجه. طبعا انا بزق الناس بتقول لي انت ما انا عملت الفيديو الصغير ده عشان بس اعرف الناس السيرفر، عشان في ناس بتقول لي ايه ان في ناس مش فاهمه والكلام ده. كل حاجه وكل حاجه موجوده، حتى هنا الدونيشن لو عايز تحطه في الدونيشن. هنا الشوب الكامل هخشه دلوقتي، زي ما انتم شايفين ده البوينت تمام. هنا الشوب لو انت عايز تشتري حاجه موجود كل حاجه فيه. هنا الجانجي والشي، وهنا مكان الهانت هخش دلوقتي. هنا بتمسح الايتم، لو عايز تمسح الايتم اللي معاك كلها من هنا من الراجل ده. سيرفر سهل وسلس كل حاجه. لو عايز تسافر بنك ده بنك سي بي اس اللي عايز تحط فيه. وده الشوب زي ما انتم شايفين، انا وريته كل حاجه في الفيديو اللي فات، كل حاجه موجوده في السيرفر. وسيرفر سهل وسلس، يعني وسط مش صعبه قوي. الناس اللي بتحب تلعب وسط، وهنعمل سيرفر سهل النهارده الساعه 6 باذن الله. زي ما انتم شايفين ده السيرفر اهو، كل حاجه موجوده فيه وسلس وجميل جدا. وكل حاجه حتى هنا لو عايز تشتري مثلا 5 مليون من هنا اهو، فين اهو ده 20 مليون لو عايز تعملهم بقى وتروح تلعب بوكر، اللي يحب البوكر والكلام ده. والراجل ده بتاع الهانت، عايز تهانت في واحد واثنين وثلاثه واربعه، بص براحتك. وحوش جميله جدا وكتيره. طبعا انا ايه لو عملت ارش هتجمع سيريس، وقلت له هتبقى زيك زي الناس العاديه مش اي مشكله. وعلى فكره يا جماعه لما انت بتيجي تقتل حد خلي بالك، مش بتبقى مثلا بالقوه بتاعت اللبس والكلام ده، ده بالحرفان على فكره برضه. يعني في واحد بيعرف ايه بص ممكن يخليك تنهد وانت قريب منه في البوينت مثلا، او هو لابس احسن منك شويه بس بتعرف تجيبه. زي ما انتم شايفين كده اهو، وزي ما انتم شايفين اوريكم السيرفر كله بكل سلاسه وفي 3 دقائق. ان شاء الله انتظروني باذن الله في فيديو جديد عن السيرفر السهل جدا باذن الله. بس اهم حاجه تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس وتستنى مني كل جديد على قناه ابو زين جيم. حبايبي واخواتي انتظروني بفيديو قنبله بقى لاخواتي اللي بيحبوا السيرفر السهل 3D اخر تحديث. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.